واخا كاين الميزانيه الجامعه فيها ان ديفيسيت، كاين خطيه عندنا ومعروفه من غير الماديات اللي كتبيو وزياده من اللي مازال على الكاين ديال البلديه، راه عندنا 863 مليون ديال الدول اللي ما تخلصاتش 2021 اللي كانت في العهد المجلس السابق. حنا الا ماشي نهضروا على المجالس السابقه والاقصى المجلس السابق اللي كانوا فيه الاخوان اللي كيهضروا، راه كارثه بالنسبه للمدينه. اللهم لا بكاء، كارثه فعلا. ولهذا كتشوفوا ان الانسان ما يهضرش تيشوف راسو في المرايه ويوبخ راسو بعدا، ماشي حنا نطلع نصلحوا اخطاء الناس وهاد الناس اللي يضربوا فينا، يصلح بعدا الانسان الخطا ديالو ويمشي ينتقد راسو بعدا. لان الكارثه حتى لما كنتيش تسير راه كنتي في المعارضه وهزمتي المدينه، المدينه لحد الان راه مهزمه، وخصو الناس المواطنين يجيو يشوفوا الميزانيه ديال المدينه هادي، وشوفوا واش كتمشى المدينه هادي، وشوفوا الكارثه اللي كاينه في المدينه هادي. ما بقاوش نجيو لهنا نتصوروا، راه ما كانش جاي نتصوروا، راه كان شي مصري يكون منطقيا. هزمتيو هاد المدينه ورثتيو هاد المدينه جميع الجوانب. اما هاد المجلس دابا كاين الشاشات ديال التحملات اللي كتهضروا عليه، واش ماشي حشيمات مغشور؟ لان التحملات اللي دازو نتوما في كانت المبالغ كارثيه بالنسبه للناس، وعاد كنناقشوا زعما عزوا علينا الناس، ورا اللي عزوا عليهم هما اللي كيبشروهم دابا، هما اللي كيناقشوا معاهم دابا وكيحاروهم، هما اللي كيحاولوا يحلوا لهم المشاكل. اما اللي دازو راه ورطوهم ورطو المدينه. اذا كنطلق من نفسي هاد المدينة سواء تكون يكون معارض ونشل المدينة شليتها، ولا كون في التسيير ونخلي المدينة معزمة في الديفيسيت ونجي نجلس نقول للمجلس الحالي ها شنو خصك تدير اللي مازال لحد الآن ما عمرو صرف شي ميزانية لحد